وينك يا معالي الوزير؟ وين مختفي؟ ويني؟ والله هيك بالبطرون على شط البحر عامل ريلاكس وعم بشرب ليمونادة بتشربي معي دوموزيل. من وين بدي يكون؟ ظاهر من البيت ورايع الوزارة. معالي الوزير يعني شو بدي خبرك؟ انقطعوا الدواليب من السوق على كتر ما عم تقطع هالكهرباء. كل ما تقطع الكهرباء من هون بينزلوا الشباب بسكروا الطرقات وبيحرقوا دواليب. وحياتك جوسي جوسي عن جد بعرف وبشكر اهتمامك، واسمحي لي هيك وجه كلمة من خلالك لكل المواطنين اللبنانيين وقل لهم انه عن جد يتطمنوا، في باخرة رح تجي جمعة الجاية، يعني ماكسيموم جمعة الجاية بيكون في باخرة راسي على الشط ورح يمشي الحال. الحمد لله اكيد هذا سكوب لإلنا. اذا اعزائي المشاهدين، مثل ما طمنكم الوزير جبران باسيل رح ترجع تجي باخرة الكهرباء وتضوي كل لبنان. سوري بيجي شي دوموزيل محششة شربين شي على بكرة الصبح؟ لا مين جايب سيرة باخرة الكهرباء؟ لكن باخرة شو اللي بدها تجي؟ باخرة دواليب. ما حضرتي بعدك عم تقولي انه انقطعوا دواليب من السوق قد ما عم بيحرقون الشباب، فانا كزبران ما بيهين علي ينقطعوا من الدواليب على ابواب الصيفية، خاصة انه عم بيقولوا انه جاي صيفية فيري هوت حارة ومشي بيع الاخر. يا حرام راحت طاقي على الجدار.